الناس الكل شني حوالكم؟ اني بشرة واليوم باش نحكي لكم على اكثر حاجات عجبوني سي في السنة. وباش نبداو بالافلام. الافلام السنة تفرجت مش متفرجتش، اما فرانشمون ما حسيتش حتى فيلم كان لي واو، كان لي ما ماركي معناتها على الاخر. باغ كونتر باش نحكي لكم على زوز افلام. الفيلم الاول هو ذا انفيزيبل جيست، وبالفرنسي لاكوزي ولا اكوزي. حاسين الفيلم هذا هو اصله اسبانيول واسمه كونترا تيمبو، والممثل اللي يمثل فيه باز راكم تعرفوه ولا شفتوه في حاجه اخرى. ان توكا سان تريلر مانيفيك، اني نحب ثريلرز، نعرفش كي لاحظتوا وتو تلاحظوا. ان توكا نموت على ثريلرز، نموت على الحاجات اللي يخوفوني، اللي يعطوني دي سنتيمون تري فور، الميستري، لي زينيغم، حلين المشاكل، حلين لي ميستير، الانفستيجيشن، الميردر، الكرايم، هذا جوي على الاخر. دونك في ذا انفيزيبل جيست فما ميردر، فما تو ميردرز، ولاكوزي جوستومون قاعد يحاول يبروف سون انوسونس. وانت في فيلم كامل ما تعرفش علي انوسون ولا مش انوسون، وفي الاخر باش يصير هكا التويست الكبير اللي باش يخليك ابا سوردي تقول كيفاش ما خممتش فيها. ما تقلقوش جمله انتما تفرجوا فيها، حاجه طياره بالحق. دونك كان تحبوا الجو هذا تفرجوا فيه ذا انفيزيبل جيست، اني تفرجت فيه on Netflix. الفيلم الثاني هو The Curious Case of Benjamin Button. عندي DVD بالفرنسي اسمه L'étrange histoire de Benjamin Button. الفيلم هذا يحكي على واحد تولد كبير في العمر، وبعد ماشي ماشي عايش حياته وماشي ويا صغار. الفيلم طويل شوية، طوله ظهر لي 3 سوايع ربع 3 سوايع درجين، اما ما تفدوش انتما تفرجوا فيه، خاطر لي زيكسبيريونس اللي عاشهم من البيرسبكتيف نتاعو وفي الوضعيه نتاعو كل شيء سون تري انتريسون. وسكي وسكو جو تروفي لو بلوس اتاشون لو بلوس انتريسون سيتي ليستوار دامور اللي عاشها، خاطر اون ليستوار دامور تري بارتيكولير، بيسكو هو ماشي ويا صغار ماشي ويولي بيبي، والمراه اللي يحبها ماشي تكبر ماشي تولي عزوزه. تروفي كو اتس وان اوف براد بيتس موست اندريتد موفيز، وبازي يظهر لي على رومان تاع اف سكوت فيتزجيرالد. فوالا بازي على لا رومان تاع اف سكوت فيتزجيرالد. ما قريتش رومان، ما يعجبنيش اف سكوت فيتزجيرالد، قريت له زوز ولا ثلاثه كتب ما يعجبنيش بالسامبلمون. اما الفيلم تحفون. كونسيرنون لي دوكيومونتير، فما دوكيومونتير فاش يعجبني على الاخر، اما مش باش نحكي لكم عليه خاطر ماذا بينا نعمل عليه ايبيزود في ذا مينتال تي. باش نحكي لكم على 13th اللي هو دوكيومونتير فاش على نتفليكس وعجبني على الاخر. جور نتاعو كلا سوسيولوجيك هيستوريك وكل شيء، ويحكي على كيفاش ال prison system في أمريكا it's like another slavery، it's like نحاو slavery وحطوا ال prisons وبدأوا يعبيو فيهم بالعباد وسورتو بال black people. واللي عجبني على الاخر انه الدوكيومنتير سيتي با كو دو لا ناراسيون، معناتها مش كولج سكولرز يحكيو 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 كاها، اما سيتي بونكتوي ديفينمون هيستوريك دو شانجمون معناتها ليجيسلاتيف هيستوريك. كل بريزيدون في امريكا شنو عمل باش زاد عكر الحاله، باش زاد عب الحبس، باش زاد عمل الحرب هذيا دراغ وور نتاع نيكسون مثلا باش يعبي الحبوسات اكثر واكثر، لين وصلنا اليوم 25% ربع المحابيس والمساجين نتاع العالم الكل موجودين في امريكا، الوغ كو لا بوبولاسيون امريكان ما تفوتش 1% من بوبولاسيون مونديال. دونك فوالا كان تحبوا معناتها تفهموا لابروش هذيا سوسيو هيستوريك سوسيولوجيك وكل شيء تفرجوا في 13th اني جي ادوري سور نتفليكس. دوكيومونتير ثاني اسمه مينيماليزم، دوكيومنتري اباوت ذا امبورتنت ثينجز. لو مينيماليزم هو لو فيت انت ما تخلي في دارك ولا في البلاصه تعيش فيها كان الحاجه اللي حاجتك بها ابسولومون، وما تشري حتى حاجه زايده. بون اني كليرمون مانيش مينيماليست و جون فيزاج با دو ديفينير مينيماليست، اما تفرجت في الدوكيومونتير باش نشوف لابروش هذي، نشوف الكونسيبت هذي شنو هو، وما ندمتش بالكل. ما كانش دوكيومونتير كلا ياسر سونتري على المينيماليزم ويحكي كان على الحاجه هذيك، لا فيري برود فيري لارج بيرسبكتيف، معناتها حكيو على الكونسيومرزم، حكيو معناتها على سوسيتي كونسوماتريس، على البوبليسيتي، على الماركتينغ، على البوبليسيتي الموجهه للصغار للي بيبي، كيفاش يقنعوهم انه لا ماتيير معناتها الحاجه الماتيريال حتى كان ما عندها حتى معنى وحتى قيمه حاجه اساسيه. عجبوني على الاخر لي مينيماليست كي اون تيمواني يزون دي في المين دي في تري انتريسانت، معناتها حتى كان انت ماك جمله من الكورون هذا وما تحبش تولي مينيماليست جو سوي سور كو فوز الي تروفي سا تري انتريسون. جانفيزاج توجور با دو ديفينير مينيماليست، اما سيتي تري انتريسون دو ريغاردي لي كوز، علاش لازم نخمو في حاجه كيما هكا، وقتاش لازم نخمو في حاجه كيما هكا، وكيفاش معناتها لو شانجمون شانجمون كبير على الاخر، على خاطر معناتها يسوفي با انك تفرغ بيتك وتفشلي فيها، اما كل مره تمشي تقضي فيها وكل مره تمشي تشري فيها وكل مره تشتهى فيها حاجه لازمك تخمم بالبيرسبكتيف مينيماليست.
حتلو عجبني على اخر دوكيومونتير. وصلنا للي سيري، تفرجت في برشا سيريات في الصيف، ريت نتفرج شي باش نعرف علاش العباد عام كامل يحكيوا عليهم، فما اللي عجبوني وكملتهم، فما اللي ماه، وفما اللي ما عجبونيش. وسامبلومون اخترت لكم اني جوست ثلاثه سيري. الاولى هي سيري اللي عشقتها في الصيف واللي صرنا فيها بدقيقه ودرجت وقتاش تهبط سيزون 5 في اخر سبتمبر، اللي هي How to Get Away with Murder. How to Get Away with Murder is everything I want in a TV show. C'est la série. Pour moi, ça représente tout ce que j'aime. Crime, murder, lawyers, law students, investigation, suspense, twist. What else? Les personnages principaux هما محامية مثلها فيولا ديفيس ومعها law students نتاعها ورجلها لامون نتاعها وعبيدهم الكل باش يصيروا لهم باش يدخلوا في love stories و they will date. They will break up. وفي نفس الوقت هما murder وبعد هما murder آخر وقاعدين يحلوا في المردرز هذوما. في نفس الوقت فما برشا كذب وفما برشا حاجات مخبية، وفي نفس الوقت قاعدين يحلوا في الكيسز اللي تحل فيهم المحامية. حسيلو جي أدوغي السيري. يظل رحيت لكات سيزون في جمعة ولا حكاية خاطر ما نجمتش نوقف، ياسر 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 تبانس عجبتني على الأخر. سي لا بريفيري ونستنى فيكم كما قلت لكم بدقيقة ودرج في فان سبتمبر. السيري الثانية هي مسلسل مصري، أول مرة نتفرج مسلسل مصري وندمتش بالكل، اسمه عوالم خفية. عجبني على الأقل تفرجتي سور يوتيوب. يمثل فيه عادل إمام، هو شخصية رئيسية هلال كامل اللي هو جورناليست كي ريبريزونت في المسلسل لا فوا دو لا جوستيس لا فوا دي ميزيرابل، وقاعد يحاول يثبت انه هلال مريم رياض اللي هي ممثلة ما انتحرتش وإنما توفيت، وقاعد يحاول يثبت في الحاجه هذيا بازي على الدايري نتاعها الجورنال نتاعها اللي هو لقاه باغازار في بوك شوب. وعلى طول معناتها التحريات هذه اللي عمل فيها وحده باش يثبت الحاجه هذه، باش يكشف برشا فساد وبرشا كوربسيون معناتها في الجوفرمنت نتاع مصر وفي الوزاره نتاع مصر وكل شيء. عجبني على الاخر في الدور عادل امام، عجبتني بنته الطفله تمثل بنته غاده كامل اللي تمثلها ممثله اسمها بشرى. حسيلو عجبني على الاخر المسلسل، دراما يبكيك يضحكك في الوقت ثريلر شويه زاد خاطر فيه حكايه المردر وكل شيء. حسيلو جي ادوري. اخر سيري نحكي لكم عليها هي ذا هاند ميد ستايل اللي هي بازي على رومان، واني الرومان مشيت باش نشريه لقيتو غالي برشا ما شريتوش، قلت اما خلينا نتفرج في السيري بالك شي تطلع خايبه. يا اخي ما طلعتش خايبه، عجبتني على الاخر. اون فيت اني مازلت في سيزون 2، مازلت خاطر نتفرج برشا سيريات فرد وقت نتعطل ساعات، دونك مازلت نتفرج في السيزون 2. اما سو فار سو جود. اني في العاده كي بدا فما سيري ولا فيلم ولا كتاب اللي السيتنج نتاعو في عالم اخر ماهوش عالمنا وكل عالم متخيل معناتها وكل شيء فيه بيزار ومش كيما العالم نتاعنا جينيرالمون ما يعجبونيش. اما المره هذه امريكا اللي تخيلوها في هاند ميد ستايل وين الهاند ميدز لي سيرفونت ما عندهم حتى قيمه، ما عندهم حتى ماهمش دي سيتويان، ما عندهمش حتى باور، ما عندهمش حتى كلمه حتى صوت، و elles sont uniquement là pour la reproduction juste باش يجيبوا بيبيات. جو تروفي كو سي ان موند معناتها تريز انتريسون بور كريتيكي، على خاطر اون كريتيك لو فيمينيزم، اون كريتيك الجاي رايتس وكل شيء دون فاسون تري كو جو تروفي تريز انتيليجونت، على خاطر العباد هذوما لي سيرفونت النساء هذوما اللي توا معناتها they only serve one purpose اللي هو الريبرودكسيون. قبل كانوا نساء معرسين نساء مصاحبين عندهم رجال عندهم نساء عندهم صغار يخرجوا يخدموا يقضيوا ويعيشوا يقراوا وكل شيء، وتويكا ولاو معناتها في العالم هذا ولاو محبوسين ولاو مقموعين وكل شيء. و all they're doing is struggle to get out to save their lives اللي هي حاجة معناتها قوية على الاخر، وفما دي سنتيمون فور اللي يصيروا لكم انتما تفرجوا في السيري. عجبتني هاند ميد ستايل. فينالمون لكتب اول كتاب نحكي لكم عليه شفتوني قريته في التشالنج وريته لكم هذا في انستغرام اللي هو لي ريفيير بوربر دو جان كريستوف غرانجي. اول كتاب نقراه نتاع جان كريستوف غرانجي وعشقته وحبيته على الاخر، قمت فيه ليلة هذا الكل على خاطره ثريلر اميزنج فيه تو ميردرز في الاخر هوني باش يوليو نفس الحكايه، والانسبكت معناتها لي انفستيغاتور باش يوليو مع بعضهم، وحكايه جينيتيك وناتشرال سيلكشن وبرشا كومبليكاسيون وبرشا تويست، وقلبك يبدا تخاف وانت تقرا تخاف. يو فيل ذا دريد يو فيل ذا فير شكون شي يموت بعد. حاسيلو كان تحبوا تخافوا وتموتوا بالخوف. لي ريفيير بوربر دو جان كريستوف غرانجي. عجبني على الاخر لوتور هذا، مش جبت له كتبت الكل من المكتبه
باش نزيد نقرا له سي سيغ. ثاني كتاب هو لو سولي بور توا، اسمه الاصلي هو I'll give you the sun نتاع جان دي نيلسون، اني نقرا فيه مترجم. الكتاب هذا بديته في وسط العام، بعد قصيت عليه ا كونتر كور رغم اللي كان عجبني على الاخر، على خاطر حسيت روحي مانيش عطيتو قيمتو، خاطر وقتها ماكم تعرفوا عملنا الباسيس و جيت تري ابسوربي بار ميت ايتود يا اخي قصيت عليه. اما انما ايه بصراحه المشاعر والميتافور والارت وال وذا هارت ايك ذات يو فيل حاجه مش عاديه. فرانشمان في جودريتس جي ازيتي ما بين 4 و5 نجوم، على خاطر اي اكسبكتد ذا اند واز بريدكتبل، معناتها في الاخر فديت شويه على خاطر عرفت شنو راح يصير، واللي هي حاجه تصير لي ديما راهو على اليونغ ادولت والكونتمبورين والنوفلز هذوما. نحس انه لي زيكريفان نتاعهم يصنعوا ils construisent un personnage adolescent qui est très compliqué, qui est très philosophique, qui fait des réflexions, qui est très intéressant, qui analyse tout ce qui lui passe dans sa vie. On part du jour le خلف الفان في الديزاين دو باج الاخرين وما يعطيوش النهايه اللي يلقى بيه ولا يلقى بالبيرسوناج هذا. بون عطيت 5 نجوم في الاخر خاطر المشاعر اللي حسيتهم ملي نقرا في الكتاب. حاجه اخرى ديما تسالوني شنو كتاب ساهل نقراوه، اقراو I'll give you the sun ولا لو سولي بور توا نتاع جان دي نيلسون. Next, Diary of a Young Girl by Anne Frank. عندي برشا، عندي 4 سنين حد نقرا هذا، هاللي فينالمون قريتو. الكتاب هذايا It's a true story. Anne Frank is a real girl. وهي طفلة يهودية هربت مع دارهم من هتلر في زون 42-44، مشاو تخباو في هولندا. والكتاب هذايا هو الدايري نتاعها، فما ديجا دي باج بخطها. الدايري نتاعها وهي متخبية غاديكا توصف في لوغ في ان كاشيت وكل شيء. تفد ساعات وهي تحكي على الروتين اللي قاعدين يعيشوا فيه، خاطر بالحق روتين تاع عايشين متخبيين ما يعملوا حتى شيء لا يخرجوا ولا شيء. اما سكي تري انتريسون اللي شدني على الاخر واللي اثر فيا على الاخر هو لي ريفليكسيون تاعها في عمرها، كومون ايل بيرسوا سا سيكسواليتي سا سنتيمون دامور دو جالوزي سا ريلاسيون افيك سي بارون اي سورتو افيك سا مير. تري انتريسون تاع اناليزي كيفاش تحكي على امها، كيفاش تحكي على باها، كيفاش تحكي على باها وامها مع بعضهم. سي فيزيون بور لو فيتور سون اوبتيميزم، تحب تولي جورناليست باش نخرج باش نكمل نقرا etc. Surtout faire mal à l'adolescence 13-14 ans, avec les découvertes de son corps, de ses sentiments, tout ça, vachement intéressant à lire. Ou quand on a dit que Anne Frank كان عاشت راهي طلعت جورناليست طياره ولا اكريفان طياره وراهي بالحق راهي راهي عملت الحاجات اللي في مخها الكل، خاطر تعرف تكتب. جي ادوري سون ستيل، جي ادوري سون هيستوار. اخر كتاب فور توداي هو ذا بيل جار تاع سيلفيا بلاث. الكتاب هذا زاد كيف كيف عندي برشا حاب نقراه فينا المقريتو. سيلفيا بلاث هي امريكان اوثر هو كوميتد سويسايد، وفي الكتاب تحكي على طفله who was fallen deep into depression. كيفاش she was fallen as she was fallen تحياتها ولي زيفينمون اللي في حياتها as she was fallen into depression. حاجة deep profound تمسك على خاطر ديما تقعد حاطط في بالك اللي سيلفيا بلاث elle a vraiment vécu ça. C'est pas une autobiographie et pourtant فما دي سين اللي بالحق صاروا سيلفيا بلاث، منهم سين متاع suicide attempt محاولة انتحار هي عملتها، حق أثر فيها الكتاب على الأخر. ونشوف إنه من أحسن الكتب، من أحسن النون فيكشن اللي تكتبت على الديبرشن. ولا هذوما الحاجات اللي عجبوني في السنين. إن شاء الله نعمل لكم فيديو آخر كي من هكا فول فيفورتس، كنت فرش في أفلام وسيريات ونقرا كتب اخرين. لكن قريت ولا تفرجت في حاجه من هذوما الكل، قولوا لي، قولوا لي شنو رايكم فيهم، قولوا لي شنو رايكم في الفيديو، وقولوا لي سيتي كوا فوتر كود كور هكا كنقولوا فور سيت ايتي. جاتون فو كومونتير اي فوالا. بون رونتري ا توسي ا توت زيدا، ونتلاقاو على قريب. بيزو باي باي.